أهلا من جديد، وصلنا إلى آخر فقرات 24 جراد. بعض القضايا السخنة بنحتاج تتنفس ونستريح مع ركن الفنون. سعيدة أنكم معي في ركن الفنون اليوم، الموسيقار علاء الدين السر. مساء الخير عليك. أهلا بك وسعيد الاستضافة. أهلا وسهلا. قبل ما نخوض في التفاصيل ونعرف عنك ونسمع في الأول، بعدين نرجع لك. طيب نسمع مقطوعة. يا سلام. لما نسمع مقطوعة موسيقية كل واحد فينا بيركز مع آلة محددة وبتستهواه، وبتحس إنها بتخلق علاقة بينك وبين آلة محددة. خلينا نشوف علاء الدين ليه اختار آلة الكمانجة، السر شنو وتجربتك معها، احكي لنا عنها. والله أنا آلة الكمان يعني تكون من الآلات المحببة شديد بالنسبة لي. فأنا يعني تجربتي زادة في الموسيقى بدأت من بدري، وبدأت بآلة يعني صغيرة شديدة يعني لو كدك، اللي هي آلة الصفارة. كان يعني بدري، فبعد ذاك أنا كنت آلة كمان ده حتى جيدة يعني جديد يعني 3 سنة أو 4 سنة بالضبط كده. فالآلة دي أنا يعني سمعتها كثير وبحبها جدا، بحب صوتها لأن صوتها يعني هو حنين ولا حزين؟ والله هو طبعا آلة الكمان دي بتجسد الأحاسيس كلها، الفرح عندك، الحزن، ده كله يعني شنو؟ الآلة دي يعني بتعبر عن الحياة دي كثير. على الدين مساء الخير عليك. مساء النور. يعني أنت خلاك تنتقل من الصفار زي ما قلت للكمان تحديدا، زي ما أنت قلت بتعبر عن كل الأحاسيس، الإحساس اللي خلاك تنتقل له، هل كان حزن كان فرح؟ والله هي طبعا يعني اي زول بيكون عنده حاجه كده يعني من الالات يعني بيركز فيها اثناء الاستماع مثلا، تكون تسمع لك في غنى
بتركز في حاجة محددة يعني. فأنا كانت آلة الكمان كانت بتخليني شنو أركز يعني شديد في الموسيقى فيها يعني. رويدة، لو ملاحظة في الفترة الأخيرة يعني لقينا إقبال السودانيين وتحديدا من الشباب على الموسيقى، يعني حتى بقت في مراكز بتاع تعليم الآلات الموسيقية. صحيح. احنا كمان كان عندنا في الفلوجين عدد من الشباب صدقناهم في القصه دي، والاطفال حتى هم الشباب بيدربوا حتى الاطفال، الكبار بيعلموا الشباب. رايك شنو في اقبال الشباب على ما يخص الموسيقى؟ فعلا في الفتره الاخيره دي في اقبال شديد يعني، حتى الاله الكمان دي ممكن من الالات يعني ما كان فيها اقبال شديد يعني، كان على الاورجن اكثر، على اله العود الناس فيها اقبال في المعاهد كده، لكن في الاونه الاخيره دي يعني الاله دي لقت يعني حظها كده في التعليم وفيها اقبال كثير من الطلبه. بعد ذاك يعني في مبدعين يعني هسه يعني، زمان حتى الطلبه ما كان يعني الواحد بيجيك بيقول لك يا اخي انا اعزف اورجن مثلا، فالاله دي كانت مجهوله شديد يعني، ما اعرف لان هي صعبه او ما كانت منتشره يعني في السمع او في الموسيقى بتاعتنا او كذا، لكن هسه طبعا النت واليوتيوب وكذا يعني المقطعات انتشرت وبقت يعني في متناول وبقت حتى في زفات يعني. العرسان يعني بقت كمان اله حاضره في الزواج وفي الزفاف. طب ما نسمع حاجه جدا، نسمع حاجه فالس. يا سلام، شيء جميل جدا. تسلمي. الجميل في هذا الكمان انك بتخليك تبتكر
وتألف. طيب عندك كده تجربة يعني مقدرة ويمكن احنا تابعناها في السوشيال ميديا وتابعناها في اليوتيوب اللي هي الموسيقى المصورة أو المقطوعة المصورة، احكي لنا عنها. والله طبعا أنا يعني الموسيقى كان عندي يعني عدد كبير من المقطوعات أنا كنت يعني عاملة، بعد ذاك بديت أنتج براي في المقطوعات بصور، وبعد ذاك لقيت إنه في إقبال شديد في الإنترنت في الفيس في اليوتيوب، لقيت في يعني وطلب إنه في بعض الأصدقاء يعني بيطلبوا إنه أنا أقوم يعني أعمل لهم مزيكا محددة إنه كذا يعني، فلقيت إنه الطلب يعني أو لقيت إنه النت فيه إقبال شديد في الحياة. تعزف على الأورج على قديم؟ والله بسيط ما 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 كثير يعني مركبات كذا. طيب ممكن تعرفنا على زميلك المستثمر هنا؟ آدم. أنا عايز في كام على الكمان عملت شغل جميل شديد قبل شوي. ده آدم النجر، ممكن أعرفكم بنص يعني. جميل. كمونير شرفنا كثير. آدم بس لأنك ما لابس مايك إحنا حنعرف السادة المشاهدين نيابة عنك، آدم النجر على آلة الأورجن. شيء جميل جدا لما آلتين يا رويدة تحس إنه في انسجام بيناتهم يعملوا دويتو مع بعض. طيب يعني المشاكل ممكن تكون موجودة في كل الأوساط وكل الناس يا رويدة بتواجه الإشكالات يعني سواء كانوا موسيقيين هنا في السودان أو غيره، لكن خلونا نسمع مقطوعة ونرجع نسأل من المشاكل اللي ممكن تكون بتواجهكم أنتم كموسيقيين شنو؟ انتبهت انه جذبني شديد قاعد. ايوه ما شاء الله عليك لاحظت. ده شيء جديد يمكن اللي احنا شفناه فكره المقطوعه المصوره اللي هي بدت بالحنه واتختمت بالجرتي، كلمنا عنها تجربه جديده حلوه. ايوه هي طبعا العصير طبعا لانه من اللغات المحببه للسودانيين. صحيح طبعا. بعد ذاك تفاصيل الحنه بتاعت العريس هي تكاد يعني ما بنلقاها في كليبات او في مطر رولال شباب يعني. دي ثقافه سودانيه بحته يعني. بحته. اليوم بتتلقى في حته ثانيه. بالضبط كده. يلا انا حبيت انه يعني اوسغ للحاجه دي، ممكن اكون يعني زول يعني عنده الصبغه في انه يوسغ للتفاصيل. مبروك. للتفاصيل مبروك. الحنه. فكانت الفكره يعني، وبعد ذاك الفكره هي ذات اتعملت، هي كانت في البدايه كانت انا مسميها العديل والزين. العديل والزين. العديل والزين لانه كان فيها الجرتك الحنه والجرتك الاثنين مع بعض، لكن لظروف كده فنيه يعني
تحولت لانه تكون حنه العريس. حنه العريس عموما التفاصيل السودانيه في الزواج هي كلها جميله جدا. بنبارك لكل العرسان المقبلين واحنا وصلنا معك للختام. حنشكرك ونودع الساده المشاهدين يا رويده وبعدين نرجع نسمع مقطوعه الختام معه. نعم. شكرا يا رويده. شكرا هايلين. وده ختام حلقه اليوم من 24 جرات. فقره ترند كانت عن الزواج السري، فقره مهمه جدا ناقشناها بكل جراه مع متخصصين في هذا المجال، وايضا اخبار 24 جرات واخبار المشاهير ومتابعاتهم، وخصوصا السوداني اللي فاز في ذا فويس الممثل السوداني باللهجه السودانيه المحببه لنا. اذا غدا اللقاء جديد يجمعنا بكم.